الله يعني هناخد البطوله، لان احنا جايين كل المحترفين رجعوا، وهنقدم حاجه احسن بطوله العرب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني نصعد لحاجه بعيده يعني في البطوله يعني، ومش بعيد ان احنا هناخد البطوله يعني. هو لو ما فيش اصابات ان شاء الله الشناوي يعني وحجازي والونش اكرم توفيق فتوح نص الملعب حمدي فتحي هيبقى قدامهم عبد الله السعيد وصلاح اعتقد مرموش وهيبقى في الهجوم مصطفى محمد. والله التألق هيجي من اكرم، حاسس ان هو هيعمل بطوله كويسه لان البطوله دي عايزه رجاله، واكرم من النوعيه دي او من الماتيريال ده ان هو يقدر يدي لك حاجه. اكرم وممكن الشناوي ممكن يرجع لمستواه تاني ويتألق ويظهر تاني، ونفسنا محمد صلاح. اللي احنا عديناه في بطوله العرب ده كان حاجه، وبطوله الامم الافريقيه بالنسبه لنا حاجه تانيه خالص. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله مع نيجيريا ان شاء الله كل التوفيق، وباذن الله توقعاتي يعني المباراه ممكن تنتهي 2-1 3-1 لمصر ان شاء الله، وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. يعني لو عدينا نيجيريا ان شاء الله هنصعد بعد كده للدور اللي وراه، يعني هو اصعب ماتش بالنسبه لنا هيبقى ماتش نيجيريا الصراحه يعني، واحنا حاطين امل على ربنا يعني ان شاء الله اول حاجه، وبعد كده كابتن محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ان شاء الله، وفي قلب الهجوم بقى كابتن مصطفى محمد ان شاء الله يكون ليه دور مهم في البطوله دي ان شاء الله. منتخب مصر عنده فرصه عظيمه جدا ان السنه دي يقدر يحصل على لقب كاس افريقيا، خصوصا ان احنا بقى لنا تقريبا 12 سنه ما خدناش البطوله ديت. ومنتخب مصر بيضم تشكيله هايله جدا، مجموعه لعيبه محترفه على اعلى مستوى سواء في المستوى المحلي او العالمي، ففرصتنا الحقيقه ان احنا نقدر ناخد البطوله دي السنه دي في ظل التسهيلات ديت. والله هو التشكيل اكيد مش هيبقى مختلف كتير عن بطوله العرب اللي لسه مقامه من كام اسبوع، لكن هتبقى ابرزها وابرز اللعيبه المؤثره هتكون مثلا محمد صلاح وتريزيجيه اللي بيظهروا اول مره مع المنتخب مع كيروش. ان شاء الله باذن الله البطوله مصريه يعني، احنا باذن الله عندنا شباب جميله قوي وخامات لعيبه جميله قوي، زي مثلا عندك مرموش ان شاء الله يعني، عندك محمد صلاح ان شاء الله، تريزيجيه، عندنا تيم جميل فتوح، عمر كمال، الناس ديت يعني كويسه باذن الله اتوقع ان هم يعملوا. وان شاء الله محمد صلاح هيبقى نجم البطوله وياخد هداف البطوله، وباذن الله منتخب مصر ياخد البطوله. اتوقع تريزيجيه ان شاء الله يبقى بعد الرباط الصليبي تبقى البطوله دي انطلاقه ليه باذن الله. منتخب الجزائر والسنغال منتخب قوي برضه يعني، ممكن يبقى منافس مع مصر على اللقب. انا اتوقع غير محمد صلاح طبعا يعني، اتوقع محمد صلاح بعديه مثلا مصطفى محمد، اتوقع عمر مرموش اتوقعه، مين مثلا الونش يعني، مجموعه مصر اعتقد اللي هيصعد معانا نيجيريا، وبقيه المجموعات الجزائر هتصعد اكيد، المغرب، السنغال، تصنيفات الاول ديت كلها هتصعد يعني. انا اتمنى طبعا زي اي مواطن مصري منتخبنا يؤدي اداء كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع بالبطوله.